رجل مجهول النسب. نعم. رجل مجهول النسب كبر في أحد بلاد الكفر وتحت رعاية أحد العائلات في تلك البلد الكافرة، وهو ينادي من كفله بأمي وأبي ثم أسلم، فما العمل مع هؤلاء؟ هل يجوز له أن يناديهم بهذه الصفة أبي وأمي؟ لا، ما يجوز له هذا، ما ينتسب إلى غير أبيه وإلى غير أمي. نعم. وهل المرأة التي قامت برعايته تلك السنوات تعتبر حراماً عليه ومحرماً له؟ لا، أجنبية منه، إلا إن كانت رضعته وهو صغير يكون ابن لها من الرضاع، أما مجرد التربية فما يكون ابن لها. نعم.